الأهلي الراقي المجانين ردوا لمكانهم الطبيعي بين الكبار، ومرحبا مليون، مرحبا مليار، وحشتونا قد الدنيا وما فيها، ولا تكررون هالغيبة، هالغيبة مرفوضة ولا نبغيها تتكرر مرة ثانية. ألف مبروك لجمهور ومجانين ومحبين الأهلي في كل مكان، إن كان في المملكة العربية السعودية أو خارجها، على عودة هذا الكيان الكبير لمكان الطبيعي بين الكبار، وحياهم الله. تتوقعون أن نشوفهم بمستوى آخر مختلف تماما عن المستوى اللي شفناهم فيه العام، ولا راح يكررون نفس تجربة الهبوط لا سمح الله، أم راح يكونون في الوسط، أم راح ينافسون على الدوري، أم راح يكونون مع فرق المؤخرة؟ اكتب لي رأيك حبيبي عزيزي، حبيبي حبيبي كيف طلعت حبيبي عزيزي المشاهد في التعليقات في أسفل الفيديو. فرحة كبيرة، فرحة رائعة لأغلب الناس الصراحة، إن كانوا أهلاوية أو غير أهلاوية، بمناسبة صعود الأهلي للعب مع الكبار. لكن يبدو أن البعض لديه وجهة نظر أخرى. نتابع ولا تنسوني من اللايك والفولو. هاي اشوف الجنان الزايد حق الناس هذول الاهلاوية. انا تعبت، الاهلي راجع مجرمين والله، يجدد الموجع، راجع من غزوة، ترك راجع من يلو، عيب، استحي، قلعة الكوس، وما انت حتى مو بدروم، راجع لي من يلو تجدد لي موجع، انت ما تجدد قامة، انت ايش بك انت ادمي؟ صح انت بعقلك، انت عارف فين كنت انت ولا ايش بك؟ ضحكنا معك على بالك الدنيا فراوله؟ صح بس بعناصرك دي ويا شيخ ما تفوز على الاتحاد، لو يا شيخ تقدم بالايطالي كمان. تراكم راجعين من الاولى، تراكم صاعدين من الهبوط من دوري الدرجه الاولى، ما حسسني انك مبتعث؟ راجع سيدي عبد الكريم عبد القادر، راجع تراك، انت كنت في الاولى، وبعدين بدايه الموسم انتوا قاعدين تجحدوا، لا احنا ما هبطنا، وفينكم نلعب بطوله وديه بجنان، ودحين فجاه صرنا راجعين لمكاننا الطبيعي، مكانك الطبيعي اللي كنت فيه. هبط واقف، هبط سباح، اسمك هبط بشرف، ما ادري بشرف مالي صراحه، اسمك كنت هابط في الاولى، يعني لما ترجع ساكت. الواحد اللي يقول انا راجع من مكان كبير، راجع من فخر، تراك راجع من الاولى، ايش فيه؟ وبعدين مهمين نفسكم وجمهوركم، انه لما الاهلي يكون موجود الاتحاد ما ينافس. مين قال لكم الكلام ده؟ مين اللي اداكم المعلومه هذه؟ ترى غلط والله، غلط بالارقام، ده انا ادرسك بالارقام. راجعين نزيد المواجع، المواجع يا عمي في اوجع من اللي كنت فيه انت، ترى بتزيد المواجع لجمهورك مو لنا. اسمعني يا حبيبي على السريع كده، اول دوري لنا 82 انا كنت الاول وانت الرابع، ما ولا كلمه. 97 انا كنت الاول وانت الخامس، برضو ولا كلمة. طيب 99 انا كنت الثاني وانت الثالث، وتقابلنا في النهاية شلت من قدامك. 2000 انا كنت الاول وانت الرابع، لا انا الاول وانت الثاني، واخدت الدوري من قدامك، تمام. هذه 2000. 2001 انا كنت متصدر وتقابلنا، انت الرابع تقريبا كنت، وتقابلنا في المربع وطلعت، لقيت 3 سنوات ورا بعض بالارقام كله. طيب السنة اللي بعد 2003 أنا كنت الأول وأنت الثاني، وقابلتك في النهاية وشلت منك. هذه المواجع طبعا. 2007 أنا الأول وأنت الخامس، 2009 أنا الأول وأنت الثالث، ما لك كلام. أنت لما تكون موجود أنا ما أشوفك أساسا. كان الفرق بيننا في 2009 15 نقطة لما انتهى الدوري. على العموم راجع تزيد المواجع، حديدة تزيدها، قلت لك لجمهورك، إحنا مالنا صلاح، إحنا نبقى الاتحاد وانت لا هنا الاهلي لسه ما طلعت. سلام. والسلام عليكم، معك الاهلي يا حبيبي، خلاص الحمد لله انا يرجع دهين دوري روشن، الحمد لله السلام، انا وصل، انا يجي دوري روشن دهين، والله دهين وريك قربة كل فريق واحد، اتحاد احذر، هلال احذر، شباب جمهور قليل كلمك واتساب، نصر احذر، انا اكلمك دهين، انا اهلي يرجع من دوري، وعبر الزمان سننضي معا، ان شاء الله سنة جديد يجي اهلي شيل من دوري، وانا ادبك كل واحد، اتحاد انا يجي لعب معك بالجوهرة ان شاء الله، اصبر انا وراك، اصبر اهلي.